الحاجات اللي شهرت أغنية أنت شواجري لأحمد هيثم الشهير بويجز الغلابة هي الحركة اللي بيعملها بمناخيره، واللي معظمنا عارف إنها غلط وملهاش علاقة بالغنى، بس في الحقيقة ويجز الغلابة مش أول واحد يعمل الحركة دي. نجوم كتير سبقوه في السحبة. لا، مش نقصد سحبة مايكل جاكسون، نقصد سحبة الصوت إياه. أول نجم عمل صوت بمناخيره هو الفنان أحمد زكي، ودي هتلاقيها في أفلام كتير ليه، دايما بتطلع منه وهو بيضحك بطريقته المميزة. حتى شوف مشهد في فيلم كابوريا، هو في المستشفى هتلاقيه وهو بيكلم أمينة رزق، عملها بصوت واضح قوي. ومرة عملها برضو في فيلم ضد الحكومة وهو بيتناقش مع محامي زميل قدام لبلبة. تاني نجم معانا هو محمد رمضان في فيلم قلب الأسد، لما حورية فرغلي طلعت معاه في مشهد وكانت نفسها انه يتجاوب معاها. هو اللي مش هينفع يا زبالة، بس لما رفض اهانته فرد عليها بس مش من بقه، لا من مناخير. المدهش ان رمضان بعدها طلع في برنامج مع يوسف الحسيني. الحسيني عمل تحذير للمشاهدين انه هيقول كلمة قبيحة، وبعدين فاجئ رمضان بانه ذكر المشهد ده صراحة وقال له انت يا رمضان ازاي تعمل كده بمناخيرك، بس رمضان ردها له بذكاء في ملعبه وقال له اللي عملته ده كان جوه السينما والناس جايالي برضاها، انما انت دلوقتي قلت الكلمة بتاعت صوت المناخير والناس قاعدة في بيوتها وتضايقوا اكيد. تالت نجم معانا ست مش راجل، الفنانة روبي، واللي معروف عنها جرأتها دايما، بس مش لدرجة انها تعمل صوت بمناخيرها في شهر رمضان الكريم. في مسلسل بدون ذكر اسماء، في مشهد ليها مع صفوة اللي لمتها من الشوارع بتبيع الفل وبتشحت. انت زي انبوبه البوتاجاز المنفسه لما عملتيني جراوله يا مطل. والمفروض في المشهد روبي بتتخانق مع الخدامه اللي اشتكت من روبي، راحت روبي عملت الحركه بمناخيرها بصوت، بس المخرج كان ذكي ما جابش زاويه وشها بوضوح عشان ما تبانش قوي، بس الحقيقه ان الصوت كان باين جدا. من النجوم اللي مش هتصدق بقى انهم عملوها هو خالد النبوي. خالد معروف عنه انه مش بتاع الاثاره خالص، بس دوره في الديلر مع السقا انه طالع ولد شقي. في مشهده مع مي سليم عمل حركه الاعتراضيه بس بالايحاء، يعني شد مناخيره كانه هيطلع الصوت فعلا بس ما طلعهاش. عامه هي الرساله وصلت واتفهمت. طبعا مدام ذكرنا الموضوع يبقى لازم نجيب سيرة المخرج يوسف شاهين، ودي كانت معروفة عنه انه بيعملها دايما لما تحصل حاجة ما تعجبوش في كواليس افلامه، وعملها بوضوح في كواليس فيلم المصير، ووقتها ليلى علوي وشها احمر من الكسفة قدامه. كمان عندك الشاعر احمد فؤاد نجم، كان تقريبا مش بيعمل غيرها في كلامه لما يعترض على حاجة. وبرضو عندنا السكي لما اشتبك مع المنتج محمد حسن رمزي من كذا سنة في برنامج توكسو، وقتها السكي مش بس ركب ترند بمناخيره، لا دي بقت كوميكس على السوشيال ميديا مشهورة قوي.